ببطن أمه. في بعض الأمور التانية مثل نبضات قلب بطيئة جدا فينا نعالجها بزرع مثل البطارية والجنين بعده ببطن أمه. هلا لا شك في بعض الأبحاث لتدخلات والجنين بعده ببطن أمه، مثلا توسيع انسداد شديد بالصمام الأبهر بواسطة البالون والجنين بعده ببطن أمه. ولكن بمعظم الحالات 99% ما بيحتاج الجنين أي تدخل، ولكن الأهمية مثل ما قلت لك أنه تنكشف عبكير، بتكون أنت جاهز حتى إذا الطفل خلق في مركز متقدم وهالأشياء يعطي العنايات الجيدة. تكوين القلب الغير مكتمل بيأثر على بقية الأعضاء، بما أن القلب هو أول عضو مثل ما كنت عم بتقلنا بيبين عند الولد، وبعدين طبعا نعرف قد أهميته بالنسبة للجسم، بيأثر على تكوين بقية الأعضاء؟ سؤال كثير مهم. في بعض المشاكل، يعني دائما لما يكون في مشاكل تكوينية في القلب بنطلع على مشاكل تكوينية في غير محلات في الجسم، في المعدة، في الرأس. بحالات عديدة المشاكل القلب التكوينية بس ما بيكون معها مشاكل تانية. هلا في بعض المشاكل بالقلب بيكون معها مشاكل بأجهزة تانية في الجسم، وهيدي بتخليها كثير معقدة، مشاكل بالصبغيات، بتكوين مثلا في بعض المتلازمة داون سيندروم أو ترايزمة 21، بيكون في مشاكل بالقلب، بيكون في مشاكل بالغدة، بيكون في مشاكل بالرأس. ولكن معظم العيوب الخلقية فينا نقول 90% بتصير لحالة منفردة بدون أي مشاكل تانية في أي أعضاء تانية بالجسم. هل هالمشاكل هي ممكن تكون من بعد الولادة، ممكن تكون مكتسبة دايما هي خلقية أو وراثية، أو ممكن تكون مكتسبة؟ شو هي العوارض يلي بيقدر يشوفوها الأهل على الولد؟ مين بيقدر يكتشف المشاكل بعد الولادة وبعمر شوي أكبر؟ رح نشوف بس من بعد عناوين الأخبار. بيروت إلى المواجهة في الانتخابات البلدية مع تضاؤل فرص الوصول إلى توافق. إقفال باب سحب الترشيحات في بيروت والبقاع وتسجيل حركة انسحابات كثيفة في بعلبك. اهتزاز التوافق في صيدا مع اعتراض كل من التنظيم الشعبي الناصري والجماعة الإسلامية على توزيع المقاعد. اتجاه نحو التوافق في طرابلس ونادر غزال مبدئيا لرئاسة البلدية. عون يؤكد أنه لم يفاجأ بنتائج الانتخابات لا في جبيل ولا في غيرها، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات هي بمثابة الخطوة الأولى نحو مشاركة التيار الوطني الحر الفاعلة في العمل البلدي. أوباما يعلن تمديد العقوبات على سوريا، معتبرا أنها تساند منظمات إرهابية وتتابع برامج لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ. البنتاغون يعلن أن الترسانة النووية الأمريكية اشتملت حتى نهاية أيلول 2009 على 5113 رأسا نوويا. كلينتون تبنت نهجا متشددا حيال إيران، مشيرة إلى أن طموحها النووي يضع العالم موضع التهديد. نجاد أكد أن أي هجوم على المنشآت النووية السلمية يجب أن يدان فورا في الأمم المتحدة. أوباما بحث هاتفيا مع نتنياهو في ضرورة استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين. التفاصيل وأخبار أخرى متفرقة في نشرة الثانية. نرجع لكلينيك مع دكتور فادي بيطار، اختصاصي بامراض القلب عند الاطفال. كنا حكينا عن المشاكل اللي نقدر نكتشفها عند الجنين، بس كمان كنت عم تقلي دكتور بيطار انه في اوقات المشاكل ما بتكون مبينه ولا عند الجنين ولا حتى لما بيخلق الولد، انما بتبين بعد شوي، يعني بمرحله شوي متقدمه من بعد ما يروح على البيت باول اشهر او بلكي باول سنه. شو هي المشاكل اللي بتبين هون وكيف بيشوفوها الاهل؟ يعني هلا مثل ما قلنا فينا نقول انه العيوب الخلقيه عده انواع. الاشياء المعقده جدا اللي بتعمل عوارض اول ما يخلق البيبي وهيدي واضحه وبتنشف. في اشياء تانية ما بتعمل عوارض بلاحظها طبيب الاطفال بالفحص السريري، كمان هيدي بتنكشف. هلا في امور معينه ما بتكون عامله كثير عوارض سريريه وبيكون الطفل ما باشي وهالاشياء هيدي وتلاحظ بخلال فحص الطبيب. هاي الامور مثل مثلا ثقب بين الاذينين، ثقب بين الاذينين ما بيعمل عوارض اول كم سنه، وما بيعمل على فحص السماعه تاعيت طبيب الاطفال صوت عالي. اوقات هيدي بتنكشف لما يكون عمره 10 سنين او حتى 20 او حتى 30 سنه،
بس هيدي بتكون خلقان فيها الشخص، وإذا تركت بتعمل عوارض على كبر، خصوصا للامرأة اللي بدها تتزوج ويكون عندها أولاد، إذا عندها ثقب بين الأذينين بتعمل عوارض خلال. فمهم هالأمور هيدي إنه تنكشف بالوقت السليم حتى تعالج بشكل جيد. يعني مثل ما قلنا حسب النوع، حسب المشكلة، عوارض أو بدون عوارض، دلائل سريرية. بس إذا ما في ولا دليل يعني كيف رح يقدر يعرف؟ بما أنه عم بتقول حضرتك أنه في عوارض ما بتبين وبيكبر الشخص وبيصير راشد قبل ما يعرف أنه عنده مشكلة بالقلب هون. يعني هيدي تقريبا بنكون نحن بنكون منتبهين اكثر كاطباء انه يمكن مش دليل واضح بشكل كبير. يعني لما نسمع نحن للقلب اوقات بيكون في اصوات واضحه جدا بتدل انه في مشكله، اوقات بتكون في اصوات منا كثير عاليه وبيكون الطفل عم يبكي ما بيقدر الحكيم يفحصه في دقه فما بيلاحظ هالتغيرات البسيطة، ولكن مع الوقت بيصير الطفل، يعني كلنا بنعرف أولادنا كيف أوقات شهرين ثلاثة عم يبكي ما عم يلاحظ ما عم يقدر يسمع للقلب في دقة، بيصير عمره 3 أو 4 سنين بيجي بيكون هدي أكتر يمكن شوي بيسمع هالتغيرات البسيطة. كل هالمشاكل اللي عم نحكي عنها بعدنا عم نحكي عن مشاكل خلقية أو بلكي وراثية ما بنعرف، بس هل في مشاكل مكتسبة بعمر صغير عند الأطفال؟ يعني نحن في عنا دراسة أو مركز أبحاث للأمراض القلب لدى الأطفال في لبنان، تقريبا فينا نقول 92% من الأطفال اللي موجودين بلبنان عندهم عيوب قلب خلقية أو بيخلقوا فيها. هلأ 8% بيكون عندهم عيوب قلب يكتسبوها، يعني بيكون قلب البيبي طبيعي بيصير عمله التهاب لوز مثلا، هالالتهابات هذه يمكن تسقط على صميم القلب أو على عضلة القلب أو على شرايين القلب، وهيدي بتكون مكتسبة نتيجة التهابات أو ما شابه وفيها تأثر على القلب الطفل. هيدا عم نحكي عند قلب طبيعي 100%. قلب طبيعي 100%. منشان هيك هالأمور هيدي كمان مهم نكتشفها حكيم الأطفال على بكير وفي إلها علاجات. بس معظم الأمراض اللي بتصير بالأطفال هي أمراض تكوينية أو خلقية بيخلق فيها الطفل، بتبين دغري أو بتبين أو ما بنكتشفها دغري بنكتشفها بعدين. كنت عم أقول لك قبل الهوا دكتور قد إيه أهمية الأشخاص الاختصاصيين هون بأمراض القلب عند الأطفال، قلت لي إنه في تيم كثير مهم كله سوا وإنه الأم أهم طبيب. هون كيف بدها تتعامل الأم مع ولد عنده مشكلة بالقلب؟ في أشياء هيك مشتركة بين الأطفال اللي عندهم مشاكل بالقلب لازم ننتبه لها؟ حقيقة يعني دائما نحن بنقول انه اهم شيء انه نعرف شو المشكلة، نعرفها على بكير، وهون طبعا الأطباء في لبنان بكافة الاختصاصات هن على قدرة عالية، فطبيب الأطفال له دوره بفحصه، الأم إذا لاحظت أي شيء عند الطفل غير طبيعي، إزرقاء، نفس منه طبيعي، عدم نمو، كمان عليها أن تنبه الحكيم لهالأشياء. هلأ مش كل ضيق نفس أو تسرع بنبضات القلب أو عدم نمو له هو سبب القلب، في بعض الحالات بيكون سبب القلب، بس يعني دايما دور الأم، دور الطبيب، دور الفريق الاختصاصي، دور المؤسسات، دور المراكز المركزية اللي بتعالج هالأمور هيدي، تكوين فريق عمل متخصص وعلى درجة عالية هو اللي بيعطي نتائج. دايما أهم شيء يكون في عنا الفريق، الأشخاص مهمين بس الأهم الفريق. طبعا إذا كان عنا أي شك، يعني لو كان أصغر شك موجود، إن كان في مشاكل بالقلب بالعائلة أو في أي شك عند الطبيب أو عند الأم أو ولو كان صغير، شو بيمنع من صورة للقلب؟ وهل صورة للقلب عند الولد بتبين المشاكل 100%؟ لا طبعا ما فينا، يعني ما فينا نجي نعمل هيدي الصورة لكل الأولاد بالبلد، مكلفة جدا والفاتورة الصحية بتصير كتير عالية على 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 الاثنين. قد ايه مكلفة فرديا يعني صورة القلب؟ يعني بأي حدود عم نحكي؟ يعني هي مش قصة انه اذا كمان ما نعمل شغلة وهي منا ضرورية، يعني ما فينا نعمل لكل ولد صورة للقلب وصورة للراس وصورة للمعدة، ما فينا هيك. لكن لما بيكون في شك بالعائلة طبعا لا شك، في العوارض موجودة، طبيب الأطفال، أي شك في بعض الأمور، إذا في مشكلة بالعائلة لازم ينعمل تشك لكل الأولاد. يعني في مشكلة بيكون في خلقنا الطفل وعنده شيء اسمه هايبرتروفيك كارديوميوباسي اللي هي العضلة تاعت القلب بتكون سميكة، وهالأطفال
حتى البالغين معرضين للموت المفاجئ. نعم.